بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. جالنا سؤال عن موضوع الغضب، حد بيسأل بيقول إن يعقوب الرسول بيقول يكن الإنسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب، فإزاي الإنسان يعني يحفظ نفسه من الغضب؟ الغضب عبارة عن حركة انفعالية تثار فيندفع الإنسان ويقع في غضب شديد وينفعل، ولكن الإنسان يملك أنه يعني يبطئها ويمنعها ويعطي نفسه فرصة أنه يتحقق بهدوء من الموقف اللي هو محطوط فيه. والحكيم بيقول في الأمثال تعقل الإنسان يبطئ الغضب، فالإنسان العاقل ما يسلمش نفسه للغضب بسرعة، لو سمع حاجة ضايقته يصبر يتأنى ويسأل يتأكد من المعلومات اللي وصلته قبل ما ينفعل ويغضب. ويقول برضو أيضا الحكيم في سفر الجامعة لا تسرع بروحك إلى الغضب لأن الغضب يستقر في حضن الجهال، يعني الغضب دايما يقود إلى الجهل وإلى عدم المعرفة. وربنا يتمجد اسمه وتبارك وصف أنه هو بطيء الغضب، يقول علمت أنك إله رؤوف ورحيم بطيء الغضب وكثير الرحمة. واخدين بالكم؟ فالإنسان لما يتأنى قبل ما يغضب وقبل ما، لأنه هو غضبان لازم يغلط، الغضب يقود إلى الخطأ دايما، وانت غضبان يقول كده غضب الإنسان لا يصنع بر الله، مش ممكن وانت غلطان غضبان هتعمل حاجة كويسة. فممكن وانت غضبان تجرب السكوت، يعني ممكن لو تسكت خالص ما تتكلمش يبقى ايه، هتفوت الغضب. ممكن ترد رد كويس يقول لك لأن الجواب اللين يصرف الغضب، يعني لو شفت حد غضبان وتقول له كلمة تهديه صرفت غضبه، راح الغضب، لأن النار لا تطفأ بالوقود، يعني لو عندي نار مولعة مش هجيب شوية أولي أو شوية بنزين وحطهم عليها عشان أطفيها، لا، النار تطفأ بالماء، فالغضب يطفأ بالهدوء وبالبشاشة وبالكلمات المحبة والاعتذار، أيضا أحسن علاج للغضب، وأيضا الحكمة نختار الأسلوب اللي نتعامل به في الموقف. وعليك قبل ما تغضب تتذكر النتائج السيئة اللي بينتج عنها دايما الغضب، وهي انك انت بتبقى في حالة ضعف داخلي، يعني انت من جواك تبقى مهزوم قدام نفسك وانك انت استعجلت وغضبت وزعلت اللي قدامك. ودايما المحبة بتحتمل كل شيء، لو في محبة هتصبر وتحتمل وتعالج الموقف بطريقة هادية. وأفضل طريقة للتعامل هو العتاب والتفاهم وتوضيح الأمور، واخدين بالكم؟ ويقول كده الكتاب ينصحنا، يقول لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء بل اعطوا مكانا للغضب. يعني ايه اعطوا مكانا للغضب؟ يعني ادوله سكة ينصرف، يعني ما تحبسهوش عشان ما يزيدش، اديله مسافة يصرف منها. زائد كمان المغفرة، لو تقدر تغفر، واحد يقول لي أنا مش قادر أبطل، أنت مش قادر تبطل لأن تفكير لأنك أنت مش قادر تسامح، طول ما أنت مش عايز تسامح هتدنك مشغول بالفكرة ديت. وبعدين يقول كده بولس الرسول في أفسس آية جميلة قوي، كونوا لطفاء بعضكم من نحو بعض شفوقين متسامحين كما سمحكم الله أيضا في المسيح. وهنا بقى تجيني قصة لطيفة صغيرة، إن واحد كان زعلان من أخوه وبعدين مغضبان وبيفور زي النار، وبعدين راح الكنيسة، دخل الكنيسة بص فوق الهيكل كده شاف صورة إيه، الصليب والمسيح مصلوب على الصليب، قال يا نهار أبيض بقى المسيح طلع على الصليب وتألم عشاني يسامحني
وانا مش قادر اسامح اخويا، ايه يعني غلط فيا يا سيدي انا اسامحه؟ ما جراش حاجه، ما المسيح سامحنا كلنا، واخدين بالكم؟ وحس بهدوء وبسلام وخرج، راح قابل اخوه وتصافحوا وتسامحوا وعادوا احباء واصدقاء مره تانيه. ايضا الصلاه والترتيل تهدئ غضب الانسان، وايضا سعه القلب وطول الانات تضيع غضب الانسان، وايضا الهدوء في الصوت وفي الملامح وفي التعبير تصرف غضب الانسان. وقيل عن السيد المسيح له المجد: لا يصيح ولا يخاصم ولا يسمع احد في الشوارع صوته. ربنا يعطيك هدوء وسلام لإلهنا المجد دائما أبديا.